نعم، شكرا لك يا أمل، أهلا بكم إلى هذا الموجز. تصاعدت وتيرة القصف الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية، فاستهدف العدو أطراف بلدات عيت الشعب والجبين والمناطق الحرجية بين الناقورة ورميش وكفر حمام وكفر شوبة، وكما استهدف منطقة اللبونة الواقعة بين الناقورة وعلم الشعب. بالمقابل ردت المقاومة مستهدفة عددا من المواقع العسكرية الإسرائيلية، وكان أعنفها لموقع جل العلام. وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم 29 مستهدفا المزيد من المدارس التي تأوي النازحين ومحيط المستشفيات. وطالت غارات اليوم بوابة مستشفى النصر للأطفال شرق مدينة رفح، فاستهداف هو الخامس منذ بدء العدوان، ومحيط المستشفى الإندونيسي شمال غزة ومستشفى القدس غرب المدينة، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى. كما أغار طيران الاحتلال على مدرسة الفخورة للأونروا في معسكر جباليا شمال قطاع غزة، والتي تأوي بداخلها العشرات من النازحين، وذلك بعد ساعات على استهداف مدرسة أسامة بن زيد حاصدا عشرات الشهداء. استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ظهر اليوم في قصر الاتحادية في القاهرة، وشارك في الاجتماع الوزير عباس كامل وسفير لبنان في مصر وجامعة الدول العربية علي الحلبي. في خلال الاجتماع عبر رئيس الحكومة عن تقديره لوقوف مصر الدائم إلى جانب لبنان ودعمها له على كافة الصعد، وقال إننا ندعم موقف الرئيس المصري برفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم وسعي لإيجاد حل يبدأ بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين، والعمل تاليا على إيجاد حل دائم للقضية الفلسطينية يحفظ حقوق الفلسطينيين في أرضهم ودولتهم المستقلة. وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قد اجتمع في عمان صباح اليوم مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وكان ميقاتي قد أكد خلال الاجتماع أولوية العمل للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر هناك، وكذلك العمل على وقف العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان. بدوره شدد وزير الخارجية الأمريكية على أنه يبذل جهده لوقف العمليات العسكرية لغايات إنسانية، على أن يترافق ذلك مع بدء البحث في معالجة ملف الأسرى. هذا كان كل شيء حتى الساعة، عودة إليك أمل.